يا حوت عندك ساعتين تصطاد ما اصطادتش حتى كعبة حوت؟ توك لك بيت هبني تكش نهار غادي نعصب بالبطاطا يا ودي ماش تعود هالكلمة هذه زايدة في تونس نعصب؟ ليه بطاطا؟ اسمعني تروك راي عجبتك حالتنا ولا كيفاه؟ اصطاد كعبة حوت تناكلوها ودي بيت هبني رهيج رهيج الربي رهيج انت اللي هايج مش بحر هايج هادي ديشة تبهلول وانا قاعد ساعة فيك بيسين هادي ما فيها لا حوت لا والو اسمعني احنا دروك غادي نقعدوا لا مصروف لا دراهم لا فليكسي لا شويه سلطه لا كاوكا ولا والو هنا عندي الحل لقيتها اسمعني الحوت نحبه مقلي مش مشوي عادي بعدني ودان داني داني يودان ودان اه يا بطني جو حيموتني اه يا بطني بصاوي عبوت بالجوع يما الحقيني يما عبوت بالجوع بصاوي اه يا بطني بسطا بسطا عايز ايه مالك مسبح وانت بيتني بيتني اي بيتي ولا تروح للسبيطار يا عم اولد ايه بقول لك جعان انت كنت فين انت كنت مصيد كنت فين مصيد تصطاد فين في البيسين بيسين البيسين الميت ولا البيسين الابيض المتوسط انت بتستهبل اسمعني عايز ايه اسكت خليني اتفرج في التلفزيون تتفرج على تتفرج عليه التلفزيون لا تلفزيون ماشي سيب ابن عمك بيموت من الجوع وانت اتفرج على التلفزيون على التلفزيون ايوه هو دي ماشي اروح اشوف سليمان اه يا انا يا بطني اه يا انا يا بطني اه يا انا يا بطني اه يا انا يما على الجوع اللي انا فيه اه يا انا يما السلام عليكم عم مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي أقول لي يا عم مصطفى بما إنك يعني رئيس مجلس إدارة البيت دي مفيش حاجة تتاكل كده ولا كده؟ مفيش حاجة تيجي كده إهدى يا صاصة كده وارجع زي زمان يا عم دلعلي يا عم مصطفى ده أنا من بدري جعان عم مصطفى يا صاصة يا نهار اسود اهدي شكلك بتهلوس من الجوع يا بسطاه شكلك بتهلوس من الجوع ربنا يستر يا رب يا رب هواري يا هواري دروك هذا فين دايرين احنا هواري يا ابن عم والله العظيم شفت حاجه بتمشي من ورايا كده في المطبخ هادي توقي للجوع حبلك انت يا عمي جوع ايه والله العظيم في حاجه جريت ورايا كده زي الريح ايوه حرق قلتها زي الريح اسمعني دير روحك باللي راك في رمضان وصوم وصايم يا عم والله رمضان ايه هو انا بتصوم رمضان من ليل ونهار يا عم انا جعان ما اكلتش حاجه من الصبح والله العظيم في حاجه هيا حصل ما تصبرش لا 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 الحاجة بغي نسقسيك منين خرجتي بغيت نقولك مين دخلتي دي شكلها كده روحها طلعت وعماله تتفرج عليها وهي طالعه تعالي يا بركة تعال تعالي اقعدي هنا تعالي وانت شبهها من هول كده قبل ما يتجوز بسم الله ما شاء الله جمل بيشرب شمع على روحك يا بسطاوي خويا كبيره هذه كبيره هذه لما جايبها جايبها 175 حنشه وانت هاشم يا ودي من كبير سليم انا سليم الوليه دي شكلها كانت سليم طلع يا سليم يا وليه طلعت يا سليم هطلعك ما تخافش يا سليم هطلعك والله يا بعد يطلع روحك خش بيك ما تعرفش مش انت قلت ما عندناش فلوس وبنسقسيك وما عندناش فلوس الشراميطه ودي لابسهم لي انت تقول لك في هالوين هالوين من يوم ده والله وقلوبنا كويسه بسطاوي وبقدم احلى ماشي شوف ما عندناش فلوس انا لقيت الحل مش نعمل دور على الرف واضح انا كلمت واحد صاحبي باش يعمل لنا ببليسيتي في الحومه باش يجيب لنا كليونات واضح 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 يا سيدي اوكي انت باش تشد الكاسه وتقعد بحذايا وانت تمشي تبدل حوايجك وتشد الباب اشده ازاي يا ودي باش تنظم الصف ماشي واضح 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 يا عمي خلاص واضح
بركاتك يا حجة فاطمة، بركاتك يا حجة فاطمة، يلي بتقيم النايم وتنيم القايم، كله هيخش بالدور يا اخوانا، يا اخوانا كله هيخش بالدور والله. انت يا عم انت اللي موقفك مع الحريق، انت يا عم انت اللي عامل لي مش سامع من غير ولا كلمة. روح ارجع ورا، ارجع ورا اقف مع الرجال، كله هيخش بالدور وهياخد بركته. اهدي يا ست انت، اهدى يا عم انت، هتخش والله يا ست، استني هتخش والله، ثواني وجاي. الله يخرب بيكم. خرفاش فرفاش 19 11 اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. اسمعيني، وش تحبي انت؟ انا جيت اقول بعيد باغي نتزوج. انا باغي تتزوجه، هذه يلزمها اربع رجال هذه. هدي مراه ولا راجل؟ ما راه ما 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 مراه مراه مراه، شو الجن اللي فيها هو اللي راه يهدر؟ سبحان الله. اسمعيني، انت تحبي تتزوجي عليك بكره عفار و50 دينار تو تعرسي. اسمعيني عليك بالمعلوم، تزيل عليك كل هموم، هاتي المشموم، هاتي هاتي هدي دعوه خير. سايبي بركه دبي، سايبي الهم هذا، سايب شدك هذا بتجيب لك شدع وتشر حاجه. اعطيها وحده شويه خفيفه هاي. باهي اري راك تراب الزرزيحه، طهبتي ما تطلعي، تطلعي ما طهبتي. اسمعيني هيا تعاد لك ربي، هيا اعطيها، اعطي الريح كرعيك، اقسم بالله هذه تتنار فروتك حبه فلفله. هيا ايش هي الدبابه هذه؟ بابا 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 صلي انبي، صلي انبي. اسمعني تعبت انا، يزيني يزيني يا قوم. لا انا ثاني كرهت على بالك. حتى انت تعبت؟ لا انا راني خايف لنباصوا، اقسم بالله على بالك يفيقوا بينا ويصدموا علينا ونباصوا. الله الله ما كل بسطه ويرد باله يا ولدي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الناس برا ولا ماتش الاهلي والزمالك؟ اسمعني ما كان لا اهلي لا منوديه. نقول لك حاجه، حرز رد بالك، يجي كاش واحد يجرجرك ولا تكشفنا والله والله باصوا. اي اي صحيح صحيح، تنكي باه يا برنس ما تاخدش بالك. ها سؤال قالك تنكي با؟ اي اسمع، اي زي روحك انت. اي زبون جديد يا حاج فاطمه، ادخل يا برنس. السلام عليكم. بسم الله، جو قد برك، قد برك، قد برك. وش تحب؟ وش تحب حزه؟ با 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 انت بركه باغي نقول لك وراني حشمه. يا ودي حاشم يا اخي، جاي باش تخطب انت، باش تعرس بي، اتكلم. مش تحب؟ لا با 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 يا تتكلم. باغي نولي نلعب كيما زابو. انا جابو نتاعك انت، بالله العظيم جابك الجابو انت. انت ضعيف تقول كيردو تقول لي جابو. اسمعني عليك برفيسه، الساعه لازم تهز صحتك والبسيسه والهريسه، بعد تالي تو نقول لك. هاي هات المعلومه وتزل عليك كل هموم، ما تتحرك انت، ما تمشي. والله ماني رافد معايا الحاسه. ما 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 اتكلم. ما 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 ماكش رافد معاك. اخرج اخرج اخرج، راك جاي تاكسي فون، اخرج. انت ما تقول لك برر، اخرج انت تقول برر برر برر. شو الهموم؟ كان الضيف والسمين، شو الهم هذا؟ تعبت 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 تعبت. والله من بعد نوري لك على الصفحه، نوري لك انا الخدمه هذه. بركاتك يا حاجه فاطمه، اخر زبون. يا نهار اسود بوليس، اقسم بالله يا باشا ما عملت حاجه، ده الواد سليم والواد هواري، اقسم بالله. علاء انا تاني بنادم، شوف ظهري باغي نترقب.